السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد السلام الحان خالد، صهير أستاذ محفوظ علوان الحكيمي. وبالنسبة للموضوع الذي تم التصرف به ضد سارة، فلن نقف مكتوفي الأيدين، وسنواجهها أمام القضاء وكل الجهات المعنية، لأن هذا ابتزاز لجميع البنات، وهذا نتيجة الثقة التي حدثت من الأسرة بجيرانهم الذي منحهم ثقة الدخول والخروج إلى البيت وأخذ الفلاشة وسحب بعض المعلومات الشخصية بحكم الثقة التي منحت لهم والحرية في التنقل داخل البيت، وقد مارسوا ضغوطات وأساليب ورسائل غير أخلاقية لا تليق بإنسان شاب يمني يمارس مثل هذه الأمور بعيد عن الغيرة والقيم والأخلاق. وكان هناك فقد توازن من بعض بسبب الضغوطات والرسائل التي لم تطلعنا عليها، ولا كان بإمكاننا إيقاف المذكور عند حده، إلا أنها مارست حالة ضعف بسيط أدت إلى أن مارست نفسها هذه الحالة. ونحن سنقف بصفة مستمرة ضد هذه الظاهرة، وسنحاكم الشخص الذي تسبب بهذا الأمر، ولن نقف مكتوفي الأيدي، وسنجعل القضية قضية رأي عام ليرتدع هذا الشخص هو وأمثاله، أمجاد وأمثاله الذين يسلكون هذا المسلك. وسارة الحمد لله، البنت سارة اليوم بحالة صحية طيبة ومستقرة إن شاء الله، فقد تخضع لعملية جراحية بعد الظهر، إن شاء الله نحن نتابع وإن شاء الله الأمور مستقرة. حبينا نطمئنكم ونشكر الجميع الذين تعاطوا مع هذه القضية، لكن للأسف الشديد كانت الجهات الأمنية متجاهلة لهذا الموضوع، رغم أنه قد تم إطلاعهم والقضية منظورة أمام الجهات المعنية، إلا أنهم تقاعسوا عن الموضوع. هذا مثل تقاعسهم في كل القضايا التي تحدث، فعندما تتفاقم الأمور تبدأ الدولة واللجان تتحرك بعيدا عن الأصل، أنه كانت يحدث تجاوب من البداية حتى لا نصل إلى هذه المرحلة. وهذه المرحلة يصل بها الكثير من الناس بسبب عدم تجاوب الجهات الأمنية مع مثل هذه الأحداثيات. فأكرر شكري لجميع المتعاطفين والذين أبدوا دورهم واستعدادهم للوقوف معنا ضد هذا الابتزاز وهذا الأسلوب الأخلاقي المنحط الذي لا يمثل أي قيم إنسانية أبدا، وإنما يمثل كل الأخلاق الدنيئة والأساليب السيئة التي يلجأ إليها بعض الأسر، التي أسأل من الله عز وجل أنه يوقفهم عن عدهم، ونطالب الجهات الأمنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة ضد الأخ أمجد وضد أخته التي منحت الثقة والدخول للبيت لردعها ولرد كل من تسول لنفسه ارتكاب مثل هذه الأساليب الابتزازية ضد الناس الشرفاء. شكرا لكم، ونتواصل إن شاء الله على خير بإذن الله عز وجل.